ناسك عظيم اتقال عليه ان هو جوهرة خرجت من الدير، وكمان مطران بنفسه قال عليه ان هو اب لرهبان الدير كله. كل الكلام ده تعرفوه لما تسمعوا حكايتنا النهاردة. يلا بينا. اهلا بيكم، معاكم كرولوس كمال من برنامجنا حكاوي قبطية. فكرة البرنامج اننا نحكي لكم عن شخصيات تاريخية اثرت في كنيستنا القبطية. اي حد مش حابب يقرأ، احنا هنوصل لكم تاريخ الكنيسة في اقل من 10 دقايق. حابب افكركم بحاجة، ياريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يشوف معانا كل الحلقات اللي جاية، وكمان ياريت تشاروا البرنامج لكل اصحابكم عشان نقدر نوصل رسالتنا. احنا بنتكلم عن مجموعة من الاباء البطاركة، وبعدين بنتكلم عن مجموعة من المشاهير اللي في الوقت اللي عصرت فيه الاباء البطاركة دول. حابب النهاردة اتكلم معاكم عن واحد من نساك الكنيسة ومن عظمائها وكمان من علمائها. هتكلم معاكم النهاردة عن مين؟ النهاردة هتكلم معاكم عن أبونا القمص عبد المسيح المسعودي الكبير. وخلي بالكم من نقطة الكبير، لأنها هتفرق معانا الحلقة الجاية، لأننا هنتكلم عن واحد تاني بنفس الاسم. اتولد امتى؟ اتولد سنة 1819 الشيخ مسعود غرب طهطة، ودي في سوهاج، عشان كده اتلقب بالمسعودي. لما وصل سن 17 سنة حب الرهبانة والدير، وفعلا راح دير السيدة العذراء بالمحرق وترهبن هناك، والتلمذ على ايد واحد عظيم جد من قديسين كنيستنا، وهو ابونا بولس الدلجاوي. عارفين هو مين؟ هو الانبا ابراهام اسقف الفيوم والجيزة. ولما ابونا عبد المسيح قعد 22 سنة في الدير يتعلم من ابونا بولس الدلجاوي حياة الرهبانة والعبادة والنصح، قرر هو ومجموعة من الرهبان ان هم يسيبوا دير المحرق ويروحوا دير البراموس، وفعلا راحوا دير البراموس. ولما خرج من الدير المحرق، رهبان دير المحرق قالت عليه ان هو جوهرة خرجت من الدير. وصل دير البراموس، وكان هناك ربيتة الدير ابونا القمص يوحنا الناسخ. فاكرين مين يوحنا الناسخ؟ احنا اتكلمنا عليه في حلقة قبل كده، هو البابا كورولوس الخامس البطرك 112. راحوا دير البراموس، وبعد فترة ربيتة الدير اترسم بطرك باسم البابا كورولوس الخامس، والربيطة اللي مسك بعد البابا كورولوس اتنيح، فالبابا كورولوس عين ابونا عبد المسيح هو ربيتة الدير، وفعلا قدر يرعى الرهبان رعاية جسدية وروحية، والدير في عهده مر فترة سلام وهدوء واستقرار جسدي وروحي ونفسي. ان هو كمان اشتهر بحبه للنسك وللعبادة، فقدر يأثر في الرهبان جدا. اترشح ابونا عبد المسيح المسعودي مرتين عشان يكون اسقف، مرة في عهد البابا ديمتريوس الثاني، وكان هيكون مطران على كرسي اسيوط، لكنه اعتذر، وفعلا البابا قبل اعتذاره. المرة الثانية ترشح في عهد البابا كورولوس الخامس عشان يكون مطران على الحبشة، واعتذر والبابا قبل اعتذاره، لان هو كان عارف ان هو بيحب الوحدة وكمان الدراسة. ابونا عبد المسيح اشتهر بحسن خطه في العربي وكمان في القبطي، فنسخ كتير من الكتب بتاعت الكنيسة، وكمان هو بنفسه ألف كتب. ومن اشهر اعماله في النسخ كان كتاب سيرة الانبا بخوميوس اب الشركة، وكتب كتب كتير وألفها بنفسه، الكنيسة استنارت بتعليمه بيها. كمان بجانب وجوده في الدير ورئاسته، قضى آخر 15 سنة من عمره في حياة توحد تام في عدة مغاير عملها بنفسه في الصحراء. وكان في وجوده في الصحراء كان بياخد اعترافات الرهبان كلهم بتوع الدير، والأنبا يؤنس مطران البحيرة قال عليه إن هو أب رهبان جميع دير البراموس. بجانب كده كان بيجلد الكتب وبيعمل الاسكيم والعمم بتاعه الرهبان. كان انسان عظيم جدا، وفي يوم 21 سبتمبر سنة 1905 اتنيح ابونا القمص عبد المسيح المسعودي الكبير عن عمر 88 سنة. قضى 71 سنة من حياته في الرهبانة وفي النسك والعبادة. لبالكم الحلقة الجاية هنتكلم عن واحد تاني بنفس الاسم، ركزوا معانا عشان تعرفوا ايه الفرق.
أتمنى القصة عجبتكم، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الحلقة، وشكرا، مع السلامة.